السلام عليكم. النهاردة محاضرة السابعة في محاضرة الإي بيزنس. هيتكلم النهاردة عن السبلاي تشين مانجمنت. احنا قلنا قبل كده يعني ايه سبلاي تشين مانجمنت، تمام؟ اللي هو كل ما يخص ايه عملية السبلاي والسبلاير. طب يعني ايه سبلاي تشين؟ تمام، تشين طبعا يعني احنا بنسميها ان هي السلسلة. طب هي ازاي الحاجة بتاعتي اللي هي product او service اللي انا بقدمها بتتحرك من supplier لحد ما توصل للكاستمر؟ هي دي supply chain. فهي بتعدي على ايه؟ supplier دوت هيورد لي حاجة مثلا products معين او material معين عشان اعمل لها manufacture، فبتوصل للmanufacture. ممكن تكون هي raw material او ممكن تكون intermediate material او intermediate products او finished products. بعد كده بتروح للديستريبيوتر، من الديستريبيوتر هتنزل للريتيلر، وبعد كده بتوصل للايه للكاستمر. فديت هي شكل السبلاي تشين زي ما احنا شايفينه كده في السلايد. طب يعني ايه بقى سبلاي تشين مانجمنت؟ تمام، طبعا احنا فهمنا يعني ايه سبلاي تشين. طيب هنقدر نعمل اداره لقصه السبلاي تشين ازاي دي؟ يبقى انا محتاج اتابع الريسورسز بتاعتي والاسيتس بتاعتي والبرودكتس بتاعتي والانفورميشن والفوند الحاجات الماليه، تمام، بحيث ان انا اقدر ان انا احقق يعني احسن حاجه بالنسبه لي، احقق احسن ربح، احسن كفاءه لعمليه ايه السبلاي تشين. نقدر ان احنا نقول يعني ايه supply chain management باختصار، هو getting the right thing to the right place at the right time for profit. يعني انا عايز ايه؟ اوصل الحاجة الصح، ماشي، في المكان الصح في الوقت الصح عشان احقق الربح بتاعي. طيب يعني ايه برضو supply chain management؟ فهنلاقي ان بعض الناس عرفت حطت تعريف للسبلاي تشين مانجمنت اللي هو ايه؟ مانجينج سبلاي اند ديماند، سورسينج رو ماتيريالز اند بارتس، مانيفاكتشرنج اند اسامبلي، وير هاوسينج اند انفنتوري تراكينج، اوردر انتري اند اوردر مانجمنت، ديستريبيوشن اكروس اول شانلز اند ديليفري تو ذا كاستمر. فده اختصار اللي احنا قلناه، تمام، اللي هو والله انا عايز اعمل مانجمنت للسبلاي بتاعي، الحاجة اللي هي هتوصل لي سواء ايا كانت هي ايه، ماتيريال مثلا وماتيريال او اجزاء او بارتس او كده. هشوف بقى ان انا هوديها مصنع، هيحصل مثلا وير هاوسينج او انفنتوري، احطها في التخزين، تمام، لحد لما الاوردر بيجي لي هقدر ان انا اوزعه مثلا على شانلز معينة لحد لما يوصل ايه للكاستمر. طب بعد كده هنلاقي تعريف تاني اللي هو ايه؟ design and management of seamless value added process across organizational boundaries to meet the real needs of the end customer. اللي هو والله انا عايز اعمل ادارة، تمام، علشان ادارة للresources بتاعتي علشان اقدر ان انا اوصل للكاستمر بتاعي يعني اوصله الاحتياجات بتاعته، تمام. انا عايزه اوصل احتياجات الكاستمر بتاعي ليه، تمام، عن طريق طبعا ان انا هعمل المانجمنت بتاع اي يعني كل برودكتس او السيرفيس اللي انا بقدمها، تمام، في المرحله بتاعتها كلها، يعني كل المراحل اللي احنا ايه قلناها قبل كده. طب هنيجي برضو تعريف تاني، ايه هو supply chain management؟ هو عبارة عن set of approaches utilized to efficiently integrate supplier, manufacture, warehousing and stores so that merchandise is produced and distributed at the right quantity, right location, right time in order to minimize the system-wide costs while satisfying service level requirements. يعني برضو هو اختصار للحاجات اللي احنا قلناها كلها. انا عايز اعمل management، تمام، لعملية supply دي كلها، سواء بقى هجيب product او service او اي حاجة، تمام، لحد لما ان انا اقدر اوصلها، ان انا هطلب الرايت كوانتيتي، الكميه الصح، ماشي، وصل المكان الصح، تمام، في الوقت الصح، تمام، لان في حاجات بعد وقتها مثلا لما توصل والناس خلاص ما بقتش محتاجاها مش هيبقى ليها لازمه، تمام، وان انا احقق طبعا ساتسفاينج للكاستمر بتاعي. طب يعني ايه برضو سبلاي تشين مانجمنت؟ is all about a relationship. ازاي هقدر اعمل مانجمنت
تمام، بحيث ان انا احسن الفاليو بتاعت الحاجة بتاعتي واعمل reducing the cost. انا ممكن اعمل collaboration تمام مع customer مع supplier بتاعي بحيث ان هو يحقق لي احسن حاجة. طب تعالوا نشوف ايه التاريخ بتاع السبلاي تشين مانجمنت بدا ازاي. اول حاجه طبعا في الخمسينات والستينات ما كانش ممنوع المفهوم قوي ده موجود، كان بس ايه الترديشنال ماس فانكشرنج، ان انا ايه هاخد الحاجه هصنعها. بعد شويه بقينا احنا محتاجين حاجه تانية اللي هو ايه، ده انا عندي انفنتوري، عندي تخزين، وازاي هعمل اداره تخزين وهخزن قد ايه واقدر ازاي ان انا اقلل الكوست بتاع التخزين دوت. بعد كده جه مفاهيم تانية اللي هي زي ايه just in time, total quality management, business process re-engineering. تمام، كل المفاهيم ديت كانت ليها علاقة بايه، هل انا ممكن ان انا اجيب الحاجة ووزعها على طول من غير ما ان انا استخدم الانفنتوري دوت just in time. طب total quality management الجودة بتاعتي اللي انا هقدمها، ماشي. business process re-engineering ان طبعا دي عمليات كلها عبارة عن ايه، عمليات يعني بتاعت البيزنس كلها، طب هقدر ان انا اعمل لها ادارة وان انا اعمل لها بطريقة تانية تحقق لي ارباح احسن. تمام، بعد شوية بقى ظهر في الالفينات اللي هو المفهوم بتاع السبلاي تشين مانجمنت، ازاي ان انا ممكن اعمل كولابوريشن مع سبلاير معين يقدر ان هو يقدم لي خدمة معينة تسهل لي الموضوع تحقق لي الهدف بتاعي. بعد كده طبعا السبلاي، طيب ليه هو difficult too much supply and demand، ليه الموضوع صعب؟ اول حاجة هل انا متأكد من الطلب بتاعي، هل انا متأكد من ان الكاستمر هيطلبوا عدد معين مثلا فانا هوضت اللي انا عايز اوفره، ولا ممكن يطلبوا اقل او اكتر. تمام، فدي فيها uncertainty. بعد كده في changing customer requirements، والله ممكن الكاستمر يكون طالبين الحاجة دي ويحصل ان في حاجة جديدة ظهرت من competitor بتاعي مثلا، في حاجة تغيير حصل، اي تغيير بسببه ال requirements بتاعت الكاستمر بتتغير، ماشي. ال product life cycle، تمام، كل طبعا ما انا اقل ال product life cycle انا هوصل الكاستمر اسرع، هعرف اظبط الوقت اسرع. هل انا محتاج ان انا ما اعتمدش على سبلاير معين، ان هو يبقى فيه فرجمنتيشن، تمام، ان يبقى عندي اكتر من سبلاير، بحيث ان لو سبلاير حصل له مشكله مثلا هياثر عليا جامد لو انا معتمد عليه اعتماد كلي. تمام، في conflicting objects in the supply chain، هل انا ممشي كل الاهداف بتاعت السبلاي تشين في اتجاه واحد يحقق لي الهدف ولا في مشكله عندي. برضو conflicting object even with a single firm، ممكن جوه نفس المنظمة هل في الاهداف كلها ماشية في اتجاه واحد ولا في مشكلة برضو. طيب managing a supply chain is not easy، طبعا ان انا اعمل management تمام للsupply chain السلسلة السبلاير دي مش سهل. طب ليه؟ طبعا انا ممكن يبقى فيه مشكلة جغرافية geographically dispersed complex network، تمام، هل بجيب الحاجة دي من نفس المكان اللي انا فيه ولا من بلد تانية مثلا، هل ممكن مثلا حاجة تتغير فتخلي تغيير الهدف بتاعي مثلا او الconcern بتاع الكاستمر. في طبعا uncertainty factor زي اي حاجة ممكن تحصل فجأة، زي ما احنا قلنا مثلا كورونا، حاجة مثلا قانونية حصلت، حاجة معينة هتتفرد مثلا، تمام، في اي ريسك فاكتورز بقى. تمام، طبعا الانفورميشن، طول ما انا عندي انفورميشن كويسة ومعلومات كويسة اقدر اتنبأ كويس مثلا باحتياجات الكاستمر، غير لما يكونش عندي انفورميشن كافية. طيب هو مثلا جايب لي مثال دلوقتي على جاكيت، تمام، الجاكيت دوت كل جزء منه، تمام، هو بيقولك والله ده يعني جزء مثلا جيرمان، تمام، جزء منه من اليابان، اوكي اليابان، جزء مثلا من تايلاند، تمام. فانا لو انا عندي برودكت هو معتمد ان انا هجمع اجزاء مثلا من اماكن مختلفة، ماشي، مش مجرد ان انا يعني شخص واحد سبلاير واحد هو اللي يعني هيخليني اعمل الحاجة دي، لا ده انا عشان اعمل الحاجة دي بكواليتي عالية هضطر ان انا اجيب كذا حاجة من كذا مكان، تمام، فدي مشكلة من المشكلات. طيب مشكلة تانية اللي هي conflicting object across the supply chain، فايه والله انا عندي manufacturer بيعمل large production،
كبير. طيب هل بقى انا عندي الديستريبيوتور هيقدر ان هو يستقبل اللارج دي، ولا هتبقى في مشكلة مثلا معينة في الانفنتوري؟ تمام. هل المحلات نفسها هتقدر يعني تاخد الحاجات دي كلها، ولا برضه هي لا هتاخد كميات قليلة؟ تمام. طب هل في شحن للكميات دي؟ تمام. هل بقى الكاستمر مقتنع بالكلام دوت؟ هل هو بيوصل له الحاجة في الوقت المناسب؟ زي طبعا ما احنا شايفين كده في conflicting. طب يعني انا هقدر ان انا انتج؟ طبعا لو انا بدي اوردر مثلا لمصنع ينتج بكميات كبيرة، ده ممكن يبقى اوفر لي من ان انا انتج كميات صغيرة وبعدين ارجع اعمل كميات صغيرة. تمام. في كميات صغيرة، فسؤال يعني هو ده كله طبعا سؤال لإيه للقصة دي. هنا طبعا هو بيديني أمثلة عن حاجات حصلت خلت ان في مشكلة في السبلاينج. تمام. فعشان كده هو بيقول لي ازاي ان السبلاي تشين از نوت ايزي. تمام. طبعا هو بيديني مثال مثلا عن الهوريكين اللي حصل في 2005، عن السترايك حصل في 2002، الزلزال اللي حصل في انديا يوم 2001، تايوان 1999، واداني مثال عن كل حاجة ان حصل مشكلة في السبلاير. مثلا زي مثلا في تايوان مثلا حصل مشكلة في الاتش بي وديل بسبب ايه؟ السبلاي انتربشن. اخر حاجة مثلا ادينا مثال زي ايه؟ ان بي اند جي كافي ماشي حصل مشكلة في السبلاي عنده بسبب الهوريكين. تمام. طبعا امثلة ان ممكن اي حاجة تحصل. تمام. سواء بقى مثلا سترايك يعني زي ثورة، زي وقفة، زي ناس امتنعوا عن الشغل، حصل حاجة يعني. فالمهم ان المصانع دي قفلت ماشي، حصل مشكلة، حاجة ممكن تكون طبيعية، زلزال، اي حاجة تانية. تمام. خلاص يعني هو اكيد دوت هيأثر على الايه، على السبلاي بتاعي. طيب successful supply chain management requires decision on the flow of information, product and funds that fall into three decision phases. علشان اقدر ان انا فعلا احقق ال supply chain management تمام نجاحه، هاخد قرار ليه علاقة بال information، بالمعلومات اللي عندي، بال product، بالاموال. تمام. في ثلاث حاجات عندي اللي هما supply chain strategy or design و supply chain planning و supply chain option. طبعا هنا هنشوف ايه الإدارة عندي. الحاجات الاوبريشنال اللي هي الحاجات الديلي اللي بيحصل، ان والله انا محتاجة من العمليات الديلي دي ان انا اعرف اقدر اعمل product scheduling، انا محتاجة قد ايه products. تمام. الناس هتطلب مني اوردرز قد ايه. تمام. كل الكلام دوت. طب الاوردر دوت مكانه فين؟ ماشي. لو انا حددت الحاجات دي هقدر ان انا اخد قرار انا ممكن ان انا يعني اعمل برودكشن قد ايه. تمام. طب في التاكتيكال ماشي، اللي هي مرحلة متوسطة في الإدارة. تمام. والله انا هوصل لماركت، انهي ماركت اللي هو محتاجاه، هحط انفنتوري فين، المخازن بتاعتي هتبقى فين، البرودكشن بلاننج ماشي، طب هعمل ايه في الترانسبورتيشن اللي هو النقل ماشي. طب في المرحلة الاستراتيجيك بقى نبدأ ان احنا نسأل نفسنا مثلا هل ممكن ان انا مثلا اوفر مكان معين تمام جديد، مثلا مخزن جديد ليا، هل ليا ريتيلرز تانيين جداد ممكن ان انا اتعامل معاهم ماشي، هل ان انا ممكن اقلل كوست او اقدم كاستمر سيرفيس جديدة او احسن الحاجة اللي موجودة. تمام. هل ممكن يحصل برودكت ميكس مثلا ان انا اقدم برودكت تاني، ان يحصل تو برودكتس مثلا، ممكن ان انا يعني اعمل برودكت جديد ليهم. طبعا ده ايه أمثلة للديسيشنز اللي ممكن تحصل في كل مرحلة من الـ A supply chain. طيب a supply chain is a sequence of process and flows that take place within and between different stages. ده احنا تقريبا اتكلمنا عنه. فعندنا جزء اللي هو cycle view، عندنا اللي هو push pull view. cycle view اللي هي process in a supply chain
are divided into a series of cycles. بيقسمها عبارة عن مجموعة من العمليات. Each performed at the interface between successive stages of a supply chain. وعندي جزء تاني اللي هو بيشوفوه ال supply chain على شكل push و pull view. اللي هو process in a supply chain are divided into two categories. تمام. Depending on whether they are executed in response or in expectation of a customer order. هل هو العملية الأكتر في السبلاير هل هي بتبقى executed بناء عن الكاستمر أو توقع الكاستمر؟ تعالوا نشوف هنا شكل السايكل فيو. تمام. هي بتشوف العملية على إنها سايكلز. فزي ما احنا شايفين مثلا في اللي هو البروكرمنت سايكل دي من السبلاير. بعد كده هندخل في المانيفاكتشرنج التصنيع, وبعدين تروح للديستريبيوتر في الريبلينشمنت سايكل وريتيلر لحد لما توصل للكاستمر وتعمل كاستمر اوردر اي سايكل. طبعا هنا هو بيوريك السب بروسيس في الاتش سايكل. تمام. علشان من يعني توصل من السبلاير للباير ايه اللي هيحصل. فعندي سبلاير ماركت برودكت, وبعدين باير بليسز اوردر, والسبلاير بعد كده بيرسيف الاوردر بيساب الاوردر, سبلاير بعد كده بيبعت الاوردر, الباير اللي هو المشتري هيبدا ان هو يستقبل الاوردر. تمام. زي ما احنا شايفين كده مثلا اول حاجة ان انا عندي البروكمنت بروسيس دي بيحصل فيها ايه. عندي كومبوننت اوردر ارايفل, بعد كده برودكت سكويدلينج ومانيفاكتشرينج وايه وريسيفينج. بعد كده ندخل في المانيفاكتشرينج بروسيس. تمام. هتلاقوا طبعا ان في حاجات مشتركة ما بين العملية والعملية لان البروسيس دي متكاملة. تمام. بعد كده عندي الريبلينشمنت سايكل. تمام. هو طبعا ان حصل ريتيل اوردر في حاجة دخلت وفي حاجة هما استقبلوها. بعد كده الكاستمر اوردر بروسيس. تمام. ان هو الكاستمر ارايفل, كاستمر اوردر انتري, كاستمر اوردر فولمنت, وايه كاستمر اوردر ريسيفينج. تمام. يعني دي شكل سايكل فيو. طيب لو انا شفت عملية السبلاي تشين مانجمنت على انها بوش وبول. تمام. عندي في البوش اللي هو process are divided based on the timing of their execution related to the customer order. في البول process ان ال customer order arrives. خلاص هو وصل كده الاوردر. طبعا هنا بيقول لي في البوش process ان ال execution is initiated in expectation of customer order. يعني اعتمادا على customer order. تمام. في البوش بيبدأ ان هو يعمل له ايه الحاجة اللي هو محتاجها. لكن لو في pull process execution is initiated in response to customer order. يعني هو في pull process اللي بيحصل ان الكاستمر بيطلب. تمام. وبعدين احنا بنعمل له الحاجة. لكن في push process احنا بنتوقع الكاستمر عايز ايه وبنبدأ ان احنا ايه نعمل له الحاجة. تمام. يعني انا ممكن ان انا بعمل order على حسب طلب الكاستمر. تمام. اللي هو انا لسه ما عنديش الحاجه بس لما الكاستمر بيطلبها مني ببدا ان انا اعملها, فده بول بروسيس ان ريسبونس تو كاستمر. ولكن ممكن في البوش بروسيس لا, انا بتوقع والله انا كل مره مثلا ببيع في حدود كذا, فابدا ان انا اعمل حاجه من قبل اصلا ما هو ايه بيطلبها. طبعا هنا بيورينا البوش بول بروسيس. تمام. للسبلاي تشين لشركه معينه اللي هي ديل. زي ما انتوا شايفين مثلا هو البوش اقل والبول هي اللي ايه اكتر. ممكن مثلا هنا نشوف ان ايه البوش هي الاكتر والبول هي اللي ايه اقل شركة تانية, على حسب طبعا الشركات بتعتمد يعني على ايه. تمام. طيب ايه الـ important elements بتاعت الـ supply chain management؟ اول حاجة الـ purchasing عملية الشراء, ان ايه انا بستقبلها. طبعا هشتري اوردر معين. تمام. طيب طبعا ما هو محتاج ايه؟ محتاج ان السبلاير اليانس, السبلاير مانجمنت, الاستراتيجيك سورسينج. بعد كده ندخل على الاوبريشن اللي هي العمليه. تمام. اللي هي ايه؟ الديموند مانجمنت زي ما احنا قلنا بقى. طبعا الاي ار بي, الجاست ان تايم, التوتال كواليتي مانجمنت, المانيفاكتشر ريسورس بلينينج اللي هي الام ار بي. بعد كده عندي الديستريبيوشن
اللي هو Transportation Management و Customer Relationship Management, CRM طبعا, Network Design, Server Response Logistics, بعد كده ال Integration اللي هو Coordination and Integration Activities, التكامل العملية ديت ويحصل Performance Measurement.